جمعية ترابيكا اليتيم زارت بلدي تيجي ووزعت مواد غذائية ومبلغ مالي لليتامى وأهلهم. L'association Rafiq al-Yatim s'est déplacée vers la commune d'Eglise et a procédé à la distribution de denrées alimentaires et une aide financière aux orphelins et leurs familles. سيدة الخيري عيدا
ربيع كل هيك بدك تنهي السيدة معمري يمينها السيدة بكري زهر السيدة بكري زهر السيدة كروني جمعة كروني يا سيد معمري بكري سيد بكري زهر الحسن واحد فيكم راه كنت عايش نقبض Thank you.
واللي يعيش عربية يعني اللي يعيش عربية